هاي الحوش مع الحديقة مع مظلات داخلية ومدخل البيت ده. هون حمام المجلس، هاي الكلاهور، هذا الصالون. وكمان في صالون مجلس صالون. هذه الحديقة، هذا الجيب، هذا البيت ده. المطبخ هون بضل على كيف الكنبي. الطابق الأول أربع غرف، غرفة ماستر مع خزان حائط. هون غرفتين بالوسط حمام مع خزان حائط مع بلكونة. الطابق اللي فوق فيه غرفة خدامة، فوق غرفة خدامة.